لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هاي للجميع، أنا أحمد المعمري، حياكم الله معي الفيديو اليوم. عندكم أطفال بأعمار صغيرة قاعدين يشوفون على الإنترنت فيديوهات مختلفة حق فنسك بالأكريليك، وبعدين يحاولونهم يطبقوا هذا عندكم في البيت. كذا شخص تواصل معي إن عندهم ذات المشكلة مع أولاد أطفال صغار، خاصة عندي زميلة في العمل تشتكي نفس المشكلة هذه، إن عندها 3 أطفال إنهم قاعدين يشوفون الفيديوهات هذه مال فنسك بالأكريليك وقاعدين يحاولون يطبقون، وطبعاً يعني هم بحكم أطفال فأكيد إنه ما بيكونوا عارفين شو يسوي ما شو يسوي. فكرة فيديو اليوم، أنا حبيت أسوي فيديو مخصوص حق الأطفال الصغار اللي حابين يمارسون فنسك بالأكريليك، فبحاول ان اسوي شرح مبسط بطريقه حيل سهله انه بحيث تتناسب مع اعمارهم انهم يقدرون يفهمون ويستوعبون. فبنحاول ان اعلمهم اليوم طريقه بسيطه حيل سكب الاكريليك اللي هي تقنيه الكوب المقلوب. طبعا طريقه سهله، ممكن اعتقد الاطفال هم يمارسونها ويتعلمونها بسهوله، ما فيها اي مشقه يعني. اكيد طبعا الاولاد لما أطفالنا يعني لما مثلا يسوون لوحة مثل هذه ويعلقونها في البيت أكيد بيكون عندهم يعني بيكونوا فخورين حيل بالإنجاز اللي هم يسوونه، بيكون عندهم ثقة بالنفس. أتمنى أن الفيديو يكون مفيد حق أي أب أو أم عندهم ذات المشكلة مع أولادهم. كل بس المطلوب من الأب أو الأم أنكم توفرون لهم الماتيريالز أو الأدوات اللي بخبركم عنها الحين بعد شوي، وأنكم بس تكونون معهم تشرفون عليهم أثناء ما هم قاعدين يشتغلون، على أساس ما يكون في أي مشكلة مع الألوان إلى آخره. زين، وإن شاء الله أتمنى النتيجة تكون مرضية لكم ولأولادكم أيضا. هيا حلوين، شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. تحبون الرسم؟ تحبون إنكم تخلطون الألوان مع بعض كذي وبعدين تسوون بها رسمة وتطلع النتيجة كذي وايد حلوة؟ تبون تتعلمون فن سكب الأكريليك؟ اليوم إن شاء الله أنا بكون معكم، بنسوي مع بعض لوحة بسيطة بالألوان كذي، ألوان عندنا ألوان وايد حلوة. قبل لا نبتدي الرسم أبي منكم شغلة واحدة، أبيكم تبدلون ملابسكم علشان ما نوسخ ملابسنا الجديدة ملابسنا الحلوة بالألوان وبعدين ماما تزعل مننا. فالحين أبي كل حد فيكم يروح يخلي ماما تطلع لي الملابس المناسبة ويبدل ويجي علشان نكمل. أنا بعد بروح أبدل ملابسي وبرجع علشان نبتدي لوحتنا. اوكي يا حلوين، هذا انا بدلت ملابسي مثل ما انتم شايفين، وانتم جاهزين؟ انا جاهز، يلا نبتدي. عندنا 6 ألوان، اللون رقم 1 الأزرق، واللون رقم 2 اللون البرتقالي، واللون رقم 3 اللون البني، واللون رقم 4 اللون الأحمر، واللون رقم 5 نستخدم اللون الأبيض، واللون رقم 6 بنستخدم اللون الأخضر. وبنكون مجهزين الأكواب اللي بنخلط فيهم الألوان، وعندنا الأعواد الخشب، وعندنا الماء. الحين نجيب الكوب ونحط فيه شوية من اللون، ما نحط كثير، نحط كمية قليلة كذا، وخلوا ماما أو بابا يساعدونكم. وبعدين نجيب الماي ونحط شوية ماي مع اللون اللي حطيناه مع الألوان. أوكي، بعدين نجيب الخشب هذا ونجلس نخلط اللون مع الماي. واذا انتو حبايبي كنتو صغار كثير او ما قادرين انكم تسووا هذا،
خلوا ماما أو بابا يساعدوكم علشان يسهلوا عليكم. اوكي، لما نشوف اللون اختلط مع الماي كذا خلاص معناته اللون عندنا صار جاهز. الحين ناخذ لون ثاني، ناخذ اللون الاحمر، مثل ما سوينا مع اللون الابيض نسوي هني نحط شوية من اللون الاحمر، وبعدين نجيب نحط شوي ماي، ما نحط كثير، ونفس الشيء نجلس نقلب لون بشكل جيد علشان نخلط اللون مع الماي ويصير خفيف ونقدر نسوي الرسمة فيه. تشوفوا حبايبي اللون صار خفيف بس محتاج شوية ماي زيادة، فنحط بس ما نحط كثير، نحط شوية مثل ما قلت لكم، خلوا ماما او بابا يساعدونكم. اوكي، وهذا اللون صار عندنا خفيف وحلو ونقدر نشتغل فيه. انزين حبايبي، مثل ما شفتوا خلطنا اللون الابيض وخلطنا اللون الاحمر، وطبعا بنسوي نفس الخطوات مع بقية الالوان ونخلطهم كلهم، نخففهم بالماي وبنرجع عشان نكمل لوحتنا. الحين بعد ما خلصنا دمج الالوان وخففناها وصارت عندنا جاهزة، الحين بنجيب كوب يكون فيه ماي وبنطلع قطع الخشب اللي خلطنا بيها اللون علشان ما تتوسخ، وبعدين نسوي مشكلة في المكان اللي نشتغل فيه. الحين بعد ما ألواننا صارت جاهزة، الحين بنجيب كوب فاضي مثل هذا يكون شفاف، وبنبتدي نخلط الألوان. أول شيء بناخذ اللون الأبيض وبنحط فيه شوية في الكوب الفاضي. تشوفوا شوية، ما حطينا كثير، حطينا بس كمية قليلة. وبعدين نجيب اللون البني ونفس الشيء بنحط كمية قليلة، نفس كمية اللون الأبيض. تشوفوا كيف صار؟ إنزين يا حلوين، الحين بنجيب اللون البرتقالي وبنحط نفس الشيء كمية نفس اللي حطيناها قبل. تشوفوا كيف؟ إنزين الحين بنحط بعدنا اللون الأبيض، بس ما بنحط كثير، بنحط شوية بس، كمية قليلة. إنزين الحين بنحط اللون الأزرق وبعدين بناخذ اللون الأخضر اللي سويناه وبنحط كمية قليلة نفس اللي حطيناها قبل. بعدين بنرجع بناخذ اللون البرتقالي بنحط كمية قليلة جدا. شوفوا كيف صار شكله؟ انزين يا حلوين، الحين بناخذ بعدنا اللون الأبيض وبنحط شوية، وبعدين بنرجع ناخذ اللون الأحمر وبنحط كمية قليلة، بعدين بناخذ اللون البرتقالي وبنحط شوية، آخر شيء بناخذ اللون الأبيض وبنحط منه كمية قليلة. الحين صارت الألوان عندنا جاهزة مثل ما أنتم شايفين. شايفين كيف طلع الألوان حلوة؟ شايفين كيف هني الألوان صايرة طبقات؟
انزين الحين خلاص الالوان صارت جاهزة، الحين الواننا صارت جاهزة خلاص، خلطناها مع بعض وعندنا لوحة الكنفس. فشو اللي بنسوي الحين؟ بنمسك الكوب كذا، واذا انتم كنتوا صغار خلوه احد كبير يساعدكم، ماما او بابا او احد من اخوانكم الاكبر منكم. بنمسك الكوب وبنحط عليه اللوحة، وبعدين بنقلب اللوحة بهذا الشكل. نتركها بس شوية علشان الألوان تنزل من الكوب. بعدين نجيب اللون الأبيض ونسوي دائرة حوالين الكوب اللي احنا مخلطين فيه الألوان. ما تحطون كمية كبيرة، بس ان نسوي دائرة حوالين الكوب. انزين الحين خلاص شو بنسوي حبايبي؟ بنشيل الكوب شوي شوي، ما نشيل كثير مرة واحدة، بنشيله تدريجيا. مثل ما انتم شايفين الالوان صارت تنزل من الكوب، فاحنا نحرك شوي شوي، ما نشيل الكوب مرة واحدة علشان الالوان ما تنزل كلها بسرعة، ونحرك الكوب بالشكل اللي احنا نبيه. واو، شايفين كيف النتيجة؟ انزين الحين حبايبي بنمسك اللوحة من جنب بايدنا الاثنين، وبنصير ان احنا نحركها علشان نخلي اللون ينزل ويغطيها من كل الجوانب. الله، شايفين كيف الألوان شكلها طالع حلو؟ أوكي حلوين. والحين بعد ما خلصنا اللوحة بنجيب عود خشب وبننظف الألوان اللي سالت من على اللوحة علشان ما تجف معانا وتخرب لنا اللوحة. شايفين الألوان تطلع معانا من كل الجوانب، ننظفها علشان اللوحة تكون شكلها جميل بعدين. هذه اللوحة اللي احنا سويناها مع بعض، شايفين كيف الألوان طلع كثير حلوة؟ عندنا هني اللون الأزرق واللون البرتقالي واللون الأبيض واللون الأخضر أيضا اللي حطيناه، واللون البني واللون الأحمر. تشوفون كل الألوان هني طالعة معنا، واللوحة طلعت كثير حلوة. هذا احنا خلصنا اللوحة اللي سويناها مع بعض، ان شاء الله تكونوا استفدتوا تعلمتوا. طريقة سهلة كثير، بس مثل ما قلت لكم في البداية قبل لا تشتغلون تسوون هذه اللوحة ترسمونها، خلوا احد يكون موجود معكم، احد كبير، يا اما ماما او بابا او احد من اخوانكم الكبار، علشان لا توسخون الدنيا ولا توسخون ملابسكم. تمام، ان شاء الله اتمنى انكم تكونوا استفدتوا اليوم واستمتعتوا. باي.